البنات السلام عليكم، اش اخباركم؟ شوفوا ماما شنو جابت لي، الله يخلي لكم مواتكم وبوسه كبيره. الميمات اللي كيتابعوني البارح، عرفت بزاف ديال الميمات تابعيني من خلال الكومونتيرات اللي خليتو عليا وكيفاش خفتو عليا والدعوات ديالكم. كنعتذر منكم على الخلعه اللي خلعتكم، ولكن راه وقع غلط في خطا بسيط في العنوان، ما قريتوش بالصحيح. انا قلت زعما ها هو المصير ديالي لا قدر الله امي السعديه توفات، حيت كلشي كيهددني بالحبس وبالسجن. ها نتوما ماما شنو جابت لي؟ جابت لي قصريه الكسكس، الله يعطيها الخير. من بعد يلاه جيت من الكوميساريه، مشات امي مهرسه مدقدقه، التحيه للشرطه كاملين، مشينا ربعه الكوميساريات البنات باش امي السعديه دير محضر ديالها، لانها مهرسه من صدرهم ومن صلي دراعها. وكيفاش تعاملوا معنا في الكوميساريه؟ الصراحه تعاملوا معنا زوين زوين زوين، لدرجه ان حتى من فوتوكوبي مشاو كيجريو، هما مشاو داروها لينا وما فوتوكوبي الاخر ما بغاوش يتخلصوا من عندنا من يعني الصراحه. البوليس امي السعديه كيف جاك البوليس ديال بلادنا؟ كيف امي السعديه جاوك البوليس ديالنا؟ تحية كبيرة للشرطة والبوليس والأمن ديالنا صراحة، الأمن والأمان بلاد، الأمن والأمان. كيفاش تعاملوا معنا زوين؟ كيفاش هزوا أمي السعدية؟ كيفاش جابوا لها تشرب؟ كيفاش سايسوا معاها؟ كيفاش جابوا لها المحضر حتى لعندها؟ كيفاش هضروا معاها؟ كيفاش احترموها؟ كيفاش قالوا لي حنا سارة كنشكروك؟ قالوا لينا حنا كشرطة ومتبعينك. من هنا كنقول لكم شكرا بزاف لكم. ماما عرفتي اش قالوا لي؟ عرفتي قالوا لي البوليس كوميسير قال لي حنا شرطه ومتابعينك، حنا راه المخزن حتى حاجه ما كتخفى على المخزن، فهمتيني؟ يعني باش نعرفوا هنا المخزن راه داير الخدمه ديالها، وحتى ماما امين شكرا بزاف، وحتى ماما دايره الخدمه ديالها. وتقول لي شدي اناس، قالت لي شدي نوال مسكينه كل شحال هذه ما ضحكتي من السعديه. ما شاء الله مسديه بغيت نقول لها شدي انا زكدا شدينا وسطوني امي وسطوني بارك عليا من الصدمه. امي سعديه امي سعديه وما حلتي البوليس وك وك الحق. عاش المالين، عاش محمد السادس. انا من هنا كنشد سيدنا يشوف من حالي، راني صافي عيت. سعديه حطيت السلاح وبغيت نستراح. الله يحسن عوانها مسكينه. مو سعديه شوفي، مو سعديه حطيت السلاح وبغيت نستراح. قولي مو سعديه قولي لها هز ما هز قلبي. مسكينه كون في عوان، في عوانك ماما شكرا لك بزاف على هاد القصريه الكسكس واللي بردات باش انا نصوب فيديو. لا بصحتكم ابنيتي، انا الحمد لله العام اللي خرجتو بسلام وخرجتو بخير وعلى خير، والله يحفظ مجميع المسلمين والمسلمات يا ربي. وقلت لساره صلي صلي وامي السعديه، والدعاء الدعاء راه كينجيو من البلاء، الدعاء والحمد لله ودعوات المشاهدين، دعواتكم ليهم وما تبخلوش عليهم الدعوات. الحمد لله المؤمن مصاب، المؤمن مصاب. خالتي خالتي السعديه خالتي السبت، دابا ماما عرفتي متابعينا شنو مكنين؟ مكنين عليك انت هي الجمعه وخالتي السبت، ما عرفتش علاش. دابا نهضر مع خالتي السبت، خالتي السبت علاش مكنين عليك خالتي السبت؟ تيقول لي خالتك الزن هي السبت وماما كرن هي الجمعه، ما فهمت والو. ثاني ما فهمتوها. سادية شرحي لي علاش يقولوا لي ماما الجمعة وخالتي السبت. الحمد لله اللي ضحكتي أم السعدية. أم السعدية عافاك أنت، ديري الكاس وريني علاش كيقولوا لها كما قلتي لي، على شنو هو السبت؟ علاش؟ علاش أم السعدية كيقولوا خالتي السبت؟ انت مريضي، هذه مريضه لي وقتي راك مريضه حطي الكاس. هذه السبت مسكينه.
ايوا الحمد لله على المستعدين. عملي ضحكتي امي من الغزاله. هادشي اللي كاين والله الا فرحتي ملي شفتك ضحكتي الحمد لله. داس على هذيك الايامات المسكينه كانت متبرت مسكينه تنين رباقة. لا بعدها لا بس كان عندي واحد الليله حتى كنت حداها ما نقولش لك ما سكتاتش بالنينان. كتبات الليل كامل هي كتشع مسكينه في الليل. الحمد لله سمعتها. لا راك لاباس اليوم امي السعديه الحمد لله وليدي ما تخافيش. خالتي خالتي خير وعلى خير الحمد لله. خالتي ما تخافيش عليها قصري كتسنى. لا واه هي كتسنى جمالها. يلا يلا نبداو الله ناكلو. انتي مالك ناوي؟ مرحبا بكم عجباتني. اجا حنا كنشوفها وهي كتشوف فيا. وعيني نخرجوا هاد الدراري الصغار تاهما. والله الا بعدا امي السعدية ضحكات وعجباتني مسكينة والحمد لله. امي السعدية لا لا رجعي امي السعدية اللي كانت كضحك هي. شكر قلبو على الكوميسارية انها كيف امي السعدية. امي السعدية شفتي امي سعدية انا وياك غادي لكرايات المغرب. سارة تيك توك امي سعدية اليوتيوب امي سعدية اش كيديروا لينا مسكينة امي سعدية تشوهنا. اللي بغا وقفوا نتصوروا معاكم وقفوا امي سعدية كتقولي زيدي 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 اش كتقولي مسكينة مدقدقاش فيها ما يتصورش. نقول لك ام العزيزية وماما دول اللي جا بغا يطلب من عندك درهم اش درتي لي؟ هاد النار فين تخون دادوك راه البلوط عندهم عرفتي ماما تلاقات مع دوك السنغاليين ومسكين جا قال لي اختي عطيني درهم ماما ماما درهم وحده درهم وهي تقول لي الله يعطيك الغمه قالت لي سير في حالك اي نعم كانت تمك قوي اويل تنقول لها ماما ام السعديه كمهرسه من صدرك وهي كتقول لها اي نعم كنتي امو واش انتي والده الكحل العنطيز. ما كيقولوا ماما السعديه كلشي كيقولوا لي ماما كارب الطوموبيلات كلهم لابسين كيديروا الغرار في مقطعين وكيبقاو في سبيل الله دوك الفيزا في ماما بني السبيل هذوك هما بني السبيل. شوفي مراه كبيره هي هذا كبير هذوك الولاد لا 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 من السعدية لا لا من السعدية شنو هاد بلا مشطراج هاكا راجع الفندق بدري بعد كيف تشوفوا فندق الباشير كيحسبوا الفلوس وانت اش دخلك عند العوزة في فندق الباشير السعدية دخل عندي شيخ هاكا دخل نحفظ ديال الغنى كتدخل تحفظي الغنى باش نجي نحفظ كنت نجي خدمة على امي كانت سمعي قالت لك ماما كانت امها امي السعدية هذوك المزاود تاع بكري دوك الطوال كانت تشد المزود وديرو فوق بلاصه السعدية وتغطيه وما تتصلي امي السعدية كتخلي دابا امي السعدية ما عندهاش باش تعاود لكم ما عندها الصوت وتغطي امها مسكينه عند بالها السعدية انا احسن جبده ورا المزود كتغطي والسعدية راه مشات كدير الجفاف حدا الباب مرت خويا وكتدور مع مرت خوها كتقول مرت خوها انت اختي على قلبي كتعطي الخت هذاك الوقت في بكري 2000 ل 2000 كره 20000 ريال ديال دابا ونمشي تقول لي الشيخة خدي لها واش كتقول لك الشيخة؟ أنا زويلة هو شربة هادي غو ديالي كتقول لي الشيخة فركي تسمع ولا أنت قالت لي أنت تعجبون أنا قلت لك أنت مصاحبة مع الحمداوية الله يرحمها كنتي تغني معاه وكتقولي لنا الحمد لله صحيتي يا أمي السعدية والله إلا كان صحابك فبقى مريضة ولكن ملي كتعاودي دابا هكا راكي صحيتي والحمد لله والله إلا تخلعتو بزاف والله حتى تخلعت عليكم امي السعديه وسير يا ماما والله تنفضحك غندير لك الشواء اديسيون لا 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 شوفوا البنات لا لا انا دايره كسيده نهار اللي غدا فيه غدا ندير كسيده نقول لكم غدا في الطريق تيك تيك عيطت لبابا قلت لي بابا بغيت الطوموبيل قال لي لا سير في حالك ماما كان غدا عند جداك قلت لي كيفاش ماما لا الا كانت امي مريضه بلاش نقول لك بالله الا امي مريضه قال لي بابا كره ماما وانا نيت ماما يجيب الشفا غدا عند جداي المهم ماما مشات عند جداي يمكن انا خديت الطوموبيل ومشيت بها المهم انا غدا 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 بسرعه 80 ما عرفتش كيفاش الطوموبيل دخلت في الطوموبيل جايه انا باش جايه باش دخلت في الطوموبيل بوم شرشمنا
تعجلنا وكنت دايره اللايف داك اللايف طلع عند بابا هاد الهضره من فراسك يا ماما ملي طلع داك اللايف عند بابا هو يدير ليا بابا التليفون سعدية منشوره حدايا الدمايات خارجه على منيفه ومدقدقه مهرسه وانا واحله ليا رجلي حدا الباب كنغوت عيط بابا وانا نفرح قلت الله بابا عيط ليا يعني غادي يطمن عليا تصوريش قال لي الو انا مسخطه الوالدين قلت لي الو بابا قال على سلامتك قلت لي شنو قال لي بغيت نسولك قلت لي شنو بابا قال لي واش درتي كسيده قلت لي اه ويقول لي الله اكبر الله اكبر سمعني الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قلت لي يا بابا هذا الشيء اللي عطى الله ما شاء قدر الله ما شاء فعل قال لي وكنا غنعطيو كطفوا بيه ترزاني. لا لا عاكي تسمعي وكنا عند لا بكي قسما بالله دخلت عليك يبكي يبقى فيه الحال قال لي يا ماما كنا غادي نعطيوك الطوموبيل كوراك دكدكتي علينا يلا شفتي دابا ذنوبي جاب الله ما عطيتكش الطوموبيل يلا بالسلامه هو يقطع عليا عرفتي باش حسيت بالحقره حسيت بالبكيه حسيت ما عرفت شنو حتى الغد لي عاد عيط ليا ويقول لي السلام بنتي وكيف بقيت وهذا قال لي والله العظيم هكا كتضحكي ولا دايره لي شي مقلب ولا شي حاجه لا قال لك السي محمد جا قال لي تعالى تشوف تعالى تشوف راه زعما ساره راه دايره غير فرانك وهادي وهادي حيت من الانسان ما لا لا يلا عرفتي انا ملي سمعتها تحطمت ما نكذبش عليك بنتي لا لا يلا والله الا تحطمت وبقات فيا امي السعديه والحمد لله ما بقاتش فيك بنتك بقيتي فيا وليده الله يخليك الوليدات يا ربي ما يخليك شوفي انا عرفتي امي هي بقيتي عرفتي انا ماما امي السعديه انا كنبغيك كنموت عليك والكبيده ديالو والشحيمه ديالك كنتسطى عليك وملي انت ما شفتك وقلت ما وقع لك والو هضرتي معايا فرحت ولكن ملي عرفتك تشقق لك نيفك وتشقق لك صدرك وتنصل لك كتفك تما فين حطمتيني والحاجه الوحيده اللي قلت لي امي هي حليت عينك قلت لي بنتي وجا عندك البوليسي وقال لك الميمه فيقي الميمه معايا قلت لي ما تسولش فيا سول لي على بنتي واش حيه ولا لا هي اللي ما ترى لا واحد قالت لي شوف اش قالت لي يا ماما ماما شوف اش قالت لي يا ماما قالت لي شوف ماما ما تبكيش قالت لي شوف يا ماما قالت لي انا ما توقع لسارة والو انا سمعيني قالت لي ما تبكيش يا ماما قالت لي شوف قالت لي انا الله يخلي لك صحيحتك امي السعديه هي وساره الله يطول في عمركم يا ولا نتكرم جمامو مسكينه عزي هو هو كيقلب فيها كيقول لها واش انا كتوعتي كتقولي طلق مني انا خليني نتقرض ويجمعوني في خنشه انا شوف لي بنتي هز لي بنتي وانا ماما راه كنسمعها وباش غنهضر لساني راقد عليا كتقولي شوف لي بنتي وكتغوت عرفتي وكتركل كيقول لها الحاجه ما تحركيش بوسه امي بوسه 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 العمر ديالي انا عرفتي مسكينه عندها المشاكل عندها ماما شكرا لك بزاف وشو اش بغيت تقولي للمتابعين ماما كنشكرهم بزاف كنشكرهم على الدعوات ديالهم وعلى سلامتهم على سلامتهم وبارك الله فيكم وكنشكركم بزاف الله يعطيكم الخير والله يسهل عليكم والله ينجيكم والله ينجي مجمع المسلمين الله يرضي عليهم ماما الله يرضي عليهم كاملين والله ينجيهم كاملين وكنشكركم بزاف الله ينجيكم والله يخلي لكم والديكم يا امين هكا كحرك لازم تسمعان باش